السائل من خارج هذه البلاد يقول بعض علمائنا يذكرون أن في دين الإسلام نافلة يصليها المسلم يوم الأربعاء آخر أربعاء من صفر في وقت الضحى، فهل لهذا دليل؟ هذا بدعة، ما يجوز هذا. فيها أن الرسول دعا يوم الأربعاء فاستجيب له، ولكن لم يكن هذا سنة من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم.